رجالا كان وحيد امه وابو وزود عليها توفى والله يرحمهم وهو توه صغير. رجالا على قد حاله، مو على قد حاله زي ما تقول ثقيل وشبه معدم، وشاد حيله ومرة يشتغل منه ومرة يشتغل منه، وعلى ما قال ساتر عمره، وكان له جارا كبيرا في العمر ويعرفه من يوم انه صغير، جارا له ويامنه، وفي نفس الوقت هالوليد يرتاح للشايب، والشايب كان يعاطف على هالوليد من يوم انه صغير، وصار بينهم علاقة قوية مثل علاقة الجد الحفيدة أو الأب الابنة، وكانوا يتساسرون في كل شيء. يعني هالوليد لو ضاق صدره من شيء أو احتاج شيء يروح له الشايب يشكي له، أقلها ينثر همومه عليه، وهالشايب لا منه بغى حاجة واحتاج واحد شباب نادى هالولد وقال بك في عازه يا وليدي تسوي لي تسذا ولا تسذا، وكان بارا فيه مرة. طبعا من أول مثل ما قلنا لكم وعن موضوع الزواج، كانت تكلفته يمكن نشوفها في وقتنا الحالي إنها بسيطة، ما هنا ذيك الهدايا الكبيرة ولا هنا ذاك التجهيز، وأحيانا المرأة ما يعلمونها أنها بتعرس إلا قبلها بأسبوع، والمواضيع على ما قال جهاز عرس وانت ماشي، لكن مو بكل يقدر عليه لأنها كانوا الناس في قل وفي حاجة. ألين جلك اليوم ولين الشايب تقل إنه يشوف هالوليد الشباب اللي حوله واللي في أسنانه أعرسوا وهو راحمة، ويخاف إن في خاطره العرس ومستحن يطلبه لأما معه دراهم، ويجي ذاك اليوم ويناديه ويفتح معه هاك الموضوع.